ما انتظرت نص ساعه، بس العمر كله الحادث اخذ من عندي. صحيح. فقلت لها مهند اني اثنين نحن نسكن حي الجامعه، هي بحي الجامعه وانا بحي الجامعه، فاستاذنتها قلت لها توصليني لانه السائق بعد نص ساعه يجي واحنا متعبين نصور من الصبح لليل. طيب. اي فقالت ايه. صعدنا واحنا طالعين بعدنا بالصالحيه شافنا الاستاذ ثامر مهدي اعتقد كان هو كاتب القصه اللي احنا العمل اللي بيشتغله كاتب العمل. أوكي. انا ما اعرفه شخصيا، ما اعرفه يعني ما شايفته، هو زميلها الست فوزي زميلها وياه، فهي اعتيادي رحبت بي وقالت لي تفضل. هو قال توصلوني وياكم، القياده بيتها مو بيدي، ما اقدر اقول ايه او لا، وهي عارفته لانه زميلها واني ضيفه عتها، فاني ما اقدر امر وانهي، احنا متعبين. فبس قلت له استاذ وين؟ احنا رايحين لحي الجامعه، يعني انا هيك سمحت لنفسي ان اسال. فقال اني بالعامل، حي العامل. حي العامل بعيد علينا. فالاي واللا مو الي، المدام فوزية. صعد الرجل. وصلناه سالم غانم للبيت واحنا بدنا نرجع صار الحادث. صار حادث. حادث مروع يعني. واكل من العمر. اي لا حادث مروع لا يزال. يعني لماما والست فوزية. شلون استقبلتوا هذا الخبر؟ والله احنا لان هم مخلصين خلصوا يمكن قبل منتصف الليل بشويه وطالعين توصلهم، وامي معروف عنها ممكن توقف لاي انسان كبير كذا تقول له اوصلك، حار الدنيا مطر، هي معروف عن هذا الشيء. فاحنا اني نايمه الحقيقه، فبابا ومعتادين احنا عملنا، تعرفين بغداد كانت الامان مستتب، فماما مرات ترجع يعني متاخر من التصوير. فأنا قعدت الصبح كالعادة، الصبح بالخمسة ونص الصبح نزلت، أنا معتادة أشتم ريحة التمن والمرق لأن أمي تطبخ، كانت طالبة تدرس ماجستير، والشاي محطوط على مهدر يعني، فأشرب شاي. مرات أبوق لي لقمتين تمن وشوف شنو المرقة الموجودة أكلها قبل ما أطلع للكلية. قعدت دخلت المطبخ، شفت المطبخ أظلم، ماكو شاي يعني على الهاي، ماكو جدوره على النار، وبابا الله يرحمه قاعد على طاوله المطبخ يعني عندنا طاوله مستديره موزايك هيك مع الاكل، فبابا قاعد بهالشكل يعني. فانا اباوع على بابا عينه يعني منزلها، بس الاجفان مورمه اجفانه، ودا اشوف اكو احمرار شديد. اي صباح الخير بابا، يعني كل شيء غريب يعني مو طبيعي. ما جاوبني، فاقتربت، دمعة نزلت من عين أبويا قاعد هالشكل، يعني أبويا بجبروته بأنفوانه تشوفيه يعني يبكي. لا شعوريا التفتت للجراج، لا شعوريا يعني المطبخ قبالي، لا شعوريا التفتت للجراج، كانت ماما عندها رينو حمراء دعش سموه، مو دعش رينو، مو رينو 12 العفو، فماكو رينو. قلت لها ماما وين؟ هنا بدا يبكي بابا. بعدين رحنا مباشرة للمستشفى، قال لي بابا يعني 1 2 3 4 وراحت يعني الحمد لله والشكر على سلامتهم، بس الطرفين تأذوا يعني ماما تأذى وجهها وست فوزية تأذت رجليها.